ناخذ مثال آخر عن كيفية حساب كيفية حساب السنترويد لأي فكر زين، خلينا نقول متكون من مجموعة أشكال هندسية منتظمة. يعني نجي ناخذ هذا المثال الآخر، هذا المثال طبعا نفس الفكرة أو نفس طريقة حساب السنترويد أو حساب الكوردينيت أوف سنتر وين صاير. وهاي مثل ما قلت لك يعني لو هاي تفاصيل إن شاء الله تلاحظوها في المواد خلال دراستك القادمة. يقول لك لوكيت، حدد أو يعني اعطيني مكان the centroid of the shaded area. هاي shaded area زين، يريد من عنده بالضبط الكوردينيت of centroid وين صاير. فتلاحظ هنا نفس الفكرة، يعني هسه انت مثلا هذا حنجي ناخذ مستطيل زين، ونطرح من عنده هذا الامبتي ماتيريال، وبعدين ناخذ هالمثلثين، بعدين ناخذ هذا المستطيل زين، واطرح من عنده الامبتي. تلاحظ ان انا طبعا يعني نفس الفكره، خاطر اطلع الاكس برايم اللي هي سميشن اوف اي اكس، والواي برايم هي سميشن اوف اي واي. تلاحظ هنا بما انه هو سيمتري، فما معناته انت ان انا قيمة السنترويد مالته بالنسبة للإكس هو صاير يقع على، يعني انت هنا السنترويد حيكون خلينا نقول في منتصف الشكل زين. فلاحظ انها بالضبط السنترويد مالته بالنسبة للإكس وبالنسبة الواي من خلال الجدول التالي. نفس العملية، هسه العملية أنا أجي أخذ هذا المستطيل، مساحة المستطيل هو طوله في عرضه، أطرح من عنده هذا الامبتي ركتانجولر أو المربع إذا كان زين، وهكذا أستمر بالنسبة للبقية. هذا المستطيل شقد السنترويد مالته أو السنتر العفو يبعد عن الواي ويبعد عن الاكس، اطر اسوي سميشن الى اي اكس وسميشن الى اي واي، ومن خلاله اقدر اوجد او احسب مثل ما شفنا في المثال السابق قيمة الاكس برايم والواي برايم. هسه اذا نشوف الجدول باوع مستطيل علوي زين، يعني شو باوعه. هسه مثلا اجي على هذا المستطيل، هذا المستطيل طوله ان انا 9 17 26، عرضه هو 12، مساحته فهو عبارة عن 26 في 12 يساوينا 312. 312 هنا طبعا الاكس برايم، شوف هسه على كل خلينا نكمل. فاذا الواي مالته، الواي بالضبط السنتر مال المستطيل قلنا احنا في منتصف يصير البي ومنتصف الاتش او عرضه زين. تلاحظ هنا مطيه 34 الواي، من جاية 34؟ جاية بالضبط من 10 زائد 18 زائد 6، يعني العفو 34 10 زائد 18 28 زائد 6 34. ليش 6؟ لأنه سنتر المستطيل يصير في المنتصف، منتصف البي ومنتصف الـ L، أو خلينا نقول منتصف عرضه ومنتصف طوله، ف
فمنتصف عرضها هو 6، فستة زائد 18 زائد 10 يساوي لنا 34. زين، احنا نريد دائما السنتر في الاريا هاي بالنسبة للمستطيل، وجدنا الاي واي مالته، الاي واي مالته، خاطر اجمعهن واقسمهن على مجموع المساحات اللي من خلالها اقدر اعرف قيمة الواي برايم. اجي على المثلث عدد 2، المثلث عدد 2 زين، يعني ما معناته هذا المثلث وهذا المثلث، زين، هو نصف القاعدة في الارتفاع. القاعدة مالت هذا المثلث هو 9 أيانا، زين، في الارتفاع مطيكيا أيانا هو 18 على 2، أطلع المساحة مال المثلث أضربها في 2 لأنه مساحتين هي متشابهة، زين، وأطلع بالضبط ما معناتها مساحة المثلثين أضربها في السنترويد. السنترويد ليش 22؟ هسه إحنا إذا 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 نشوفها نحسبها أنه مثلا هو الـ H مالته 18، اتفقنا إحنا الـ H على 3، يعني إذا 18 يعني ما معناتها 6، مو تمام؟ يعني 6 من قاعدة اللي هنا أنا. 18 تروح من هذا 6، ايش قد تبقى؟ تبقى 12. فإذا الواي أو السنتر مال هذا المثلث ايش قد يبعد؟ يبعد 10 زائد 12 22. مثلث مثل ما اتفقنا، زين، سنتر ماله هو H على 3، ال H هو 18، زين، ما معناته هو صاير من هنا من القاعدة على بعد 6، زين، 18 تروح 6 تبقى عندنا 12 زائد 10 هي 22، وهكذا بالنسبة للبقية كلها اللي من خلالها أقدر بالضبط أني شوف هسه ليش ناقص؟ لأنه هذا مستطيل علوي فارغ امبتي طلع مساحته، فإذا هذا حيكون ناقص. دائرة باي آر سكوير ما بها ماتيريال فارغة حيكون بالماينس، إذا أجمع جمع جبري الأي في واي والأيريا جمع جبري، إذا الواي برايم يساوينا سميشن أي واي على أي، ومن خلال طلع بالضبط أن أنا السنتر أو إحداثيات السنتر باتجاه الواي هو 23.887، يعني من أجي هنا أنا هو تقريبا صاير هنا، لأن هاي 10 أو هاي يعني تقريبا خلينا نقول صاير بنص الدائرة الفارغة. بالنسبة لإكس برايم هنا دائما يقول لك بما أنه هو سيمتري، يعني الجهة اليسرى تساوي لنا الجهة اليمنى، زين، فما معناته انت اين انا هذا صاير في منتصف عرضه، منتصف عرضه هو 4 و9، هاي 9 هيكون عندي بالضبط اين انا السنت كوردينيت باتجاه الاكس هو 13. مين جاي 13؟ جاية من 9 زائد نص 8 اللي هي 13. فإذا السنترويد مال هذا الجسم هيكون الإكس برايم هو 13، هنا أنا 13 يعني من 0 إلى 13، والواي هو 23 يعني من 0 إلى ارتفاع 23. فهذا هو إحداثيات الشكل، زين. نجي طبعا على ناخذ لنا مثال اخر، يعني باوع هو يعني هذه الطريقه سآلية الطريقه عرفته انت كل ما في الامر انا اجبع المساحات، بس هذه المساحات مضروبه دائما بالسنتر مالتها،
وبالنتيجة حيكون أنا أريد أطلع الكوردينات، أطلع X برايم وأطلع Y برايم. الـ X برايم دائما يقول لك هي summation of، يعني مجموع المساحات، كل مساحة مضروبة في سنترها زائدا المساحة الثانية في سنترها زائدا وهكذا. الـ Y برايم نفس الفكرة، كل مساحة وش قد بعدها بالواي زائدا المساحة الثانية وش قد بعدها بالواي، أقسمه على مجموع المساحات. فمثلا هذا الشكل زين، أريد أيضا منطوق السؤال find the coordinates، أوجد إحداثيات of the centroid للمركز هذا الشكل of the shaded area. Of the shaded area. لاحظ هاي shaded area هسه لو لاحظها مثلا، يعني أقدر أني أسويها أو حسب التشتيهادك. مثلا هاي منتهين ربع دائرة، هاي يمكن ربع دائرة زين، هاي نقدر نقول هي مستطيل ناقص زين، أو هي مثلث سائد مستطيل حسب المعلومات المتوفرة. يعني مثلا هسه تلاحظ هنا أنا، يعني قبل ما أشوف الجدول هاني، هذا عرض المستطيل 16 أو طول العفو 16، عرضه هو 10، فأقدر أطلع مساحته زين، أقدر أطلع مساحته، أطرح من عده مساحة هذا المثلث. مساحة هذا المثلث المفروض يكون عندي بعد القاعدة أو طول القاعدة، ويكون عندي الارتفاع، الارتفاع بالله 10 زين، بس ما أعرف هذا القاعدة هل هي موجودة بالجدول أم لا. فإذا العملية عملية بالضبط، خلينا نقول كل ما في الأمر أنت تجتهد ومن خلال المعلومات المتوفرة، بس كل ما في الأمر الشغلة الأهم هو دقة الحسابات لا أكثر ولا أقل. هذا مثلا سباوع مربع أو مستطيل العفو زين، ارتفاعه أو طوله 11، شوف عرضه أين أنا هذا المستطيل أقدر أعرفه، اللي هذا 18 زين، أطرح من عنده 16 ما معناته حي المتبقى، يعني العفو هنا أنا 16، المهم أقدر أنا أطلع هذا، فحيكون عرض المستطيل معروف بالنسبة لي اللي هو 10، اللي هو 10، أطلع من عنده، أطلع من عنده هذا المثلث. هل متوفر هذا المثلث معلومات أم لا خلال الرسم؟ فإذا العملية هي عملية خلينا نقول يعني سيستماتيك زين، يعني كل ما في الأمر أطلع كل أريا وأشوف مركزها وبعدها، مركز عن واي وبعد المركز عن إكس، ومن خلاله أجمع summation of AX و summation of AY، أقسمن على المساحة أقدر أطلع الكوردينيت of centroid. فإذا خلينا نشوف الحل مال هذا السؤال من خلال الجدول الواضح قدامكم. يعني باو هنا ربع سيركل اللي هي، خلينا نطلع الشكل كله، يعني هنا أنا هو ربع سيركل مساحته هو باي آر سكوير، بما أنه هو ربع دائرة أقسمه على أربعة زين. الدائرة طبعا وين مركزها أو الربع الدائرة، يعني إذا تذكرون طبعا يعني أو موجودة المعلومات في الصفحة الأولى، هو عبارة عن 4 R على 3 باي، هذا يطلع لي وين مركز هالربع الدائرة. فإذا هذا المركز صار طبعا هو خلينا نقول بالإكس الموجب، فإذا هذا حيكون موجب، هاي عبارة عن 4 R على 3 باي. إذا AX هو محصلة ما ضرب هذه القيمة في هذه القيمة،
بالنسبة لواي أيضا نفس القيمة، تلاحظ نفس هاي القيمة هي باي آر على 3، العفو 4 آر على 3 باي، نفس القيمة تلاحظ أنا أضربها في الأريا تعطيني نفس القيمة. أجي طبعا على الركتانجل، الركتانجل ياهو اللي دا يقول لي هو بالضبط 10، يعني المستطيل اللي هو المفروض الضلع ماله 10 × 11، زين يعني هذا 11 وهذا بالضبط مفروض 10، هذا المفروض 10 اللي قلنا احنا نفسه هو الراديوس فهذا 10، فهنا دي اطلع مساحة هذا الركتانجل. بس انت بالتأكيد هاي لازم نطلع هذا الامبتي الترانجل، هسا نشوف شلون يجي يحسب هذا، هل يحسبه ضمن هذا الترانجل كله زين ام يعني ضمن هذا المثلث كله ام ياخذه هذا بوحده. فاذا هذا المستطيل حيكون مساحته 11 × 10 زين 5 × احنا اتفقنا بالضبط هذا يكون في المنتصف، في المنتصف المنتصف مالته هو هنا 4 × 1 زين حيصير عندي 5 باتجاه الاكس، اي في اكس اضربهن زين. بعدين بالنسبة للواي باوع الواي هنا أنا ليش ماينس الواي مالته 5.5 هي 11 منتصف أو السنتر مال هذا هو 5.5 بما أنه هو صار باتجاه الواي الماينس فيصير ماينس 5.5. أضرب الأريا موجودة في 5.5 طلع بالضبط ماينس 6.05. تلاحظ هنا أنا بالضبط أكو الريكتانجولر 16 × 21 هذا هذا كله زين 16 × 21 زين هذا 16 × 21 المستطيل كله هذا زين 16 × 21 السنترويد ماله لأنه باتجاه الأكس فحيكون نص الستعش العفو نص الاي 16 فهو 8. فإذا هاي هي جاية محصلة نتيجة أريا في السنترويد حيطيني بالماينس، ونفس الفكرة من حسوي الواي في الأريا. زين الامبتي تراينجل ياهو باوع ده يطرح كله ناقص 18 × 21 يعني هذا أخذ المثلث كله وطلعه من المساحات وانطاه ماينس فهو نصف القاعدة في الارتفاع زين يساوي لنا ماينس 189 أضربها في الماينس يصير بلس زين. فإذا أنا حيكون عندي summation of AX و summation of AY جمع جبري بحساب الإشارات. أنا أريد بالضبط أطلع X prime حطلع total AX على area total area وهنا أنا total AY على area أطلع هذا. فهنا أنا راسم فترسم الأستاذ الفاضل نطلعك بالضبط وين صار السنتر من خلال معرفتنا للكوردينيت X برايم و Y برايم زين. هذا المثال الثاني اللي المفروض زين هذا طبعا
هذا المثال من مصدر آخر، نفس الفكرة، نفس الفكرة، أشكال هندسية منتظمة، وهذا الجدول للحساب لحساب هذه الأشكال وكيفية طرح الامبتي، امبتي فيجر أو امبتي سيركل بالنسبة لهذا، وبالنتيجة أقدر أطلع X برايم وواي برايم. هذا الشكل من غير مصدر، زين، يعني حاولت أضيفه. هذا شكل آخر من غير نفس الفكرة ونفس الحسابات، زين، وإذا أي إشكال بها، زين، فموجود آني. إن شاء الله أسبوع الأخ نحاول نأخذ بالضبط كيفية إيجاد كوردينيت لشكل معين جاي نتيجة فدالة معينة، زين، فنكتفي بهذا القدر، زين، بهذا المثال. واللي أريده من عندك أنت تراجع هاي الأمثلة اللي ما حكينا بها، زين، وأي سؤال أو أي استفسار إن شاء الله أني موجود مع الشكر. هذه المحاضرة، نلتقي إن شاء الله الأسبوع الجاي لتكملة بالضبط السنترويد مثل ما قلت لكم، لو ما تكون عندي فدالة أو فشكل غير منتظم. وشكراً.